بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بإذن الله تعالى هنتكلم عن شابتر الجيناتكس. شابتر الجيناتكس هنقسمه على جزئين، على فيديوهين يعني. هنحاول إن شاء الله نلم كل الأجزاء اللي مكتوبة في الستودنت جايد اللي كان القسم نزله يعني. هو في اختلاف شويه عن السنه اللي فاتت، اتضاف عليه شويه حاجات، ولكن حاجات بسيطه خالص هنعرفها مع بعض يعني. خلينا نبدا واحده واحده ونتعرف على ايه هي الاي لوز او الحاجات المطلوبه ان احنا نستخلصها من هذا الشابتر. اولا محتاجين نعرف شويه بيزك، شويه كلام بسيط كده، هنت بسيط عن تكون الكروموزوم، ازاي الكروموزوم ده بيبقى موجود اصلا. طب وانا ايه الانفستيجيشن اللي انا طلعت جديده علشان ايه اعرف الكروموزوم ده فيه ميوتيشن، الكروموزوم ده نورمال ولا اب نورمال. عايزين نتعرف على كل الميكانيزمات اللي من خلالها بيبدا يتكون جيناتيك ديس اوردر. هنتكلم بالتفصيل ممل عن الداون سندروم والتيرنر سندروم، هنعرف يعني ايه بيديجري، وهنعرف الرموز بتاعته، وهنعرف الديفرنت تايبس اوف مندليان انهيرتنس، وهنتكلم عن الكونسنجوينيتي، واخيرا هنتكلم على الميتوكوندريال انهيرتنس والمالتي فاكتوريال اند بوليجينيك انهيرتنس، واخيرا الايبيجينيتيك فاكتورز. ولكن الجزء دوت يعني هو مش جزء كبير قوي يعني من المنهج ده، الجزء تقريبا اللي اتضاف في الستودنت جايد، وهو حاجه بسيطه جدا جدا يعني. هو الشابتر ده اساسه حاجتين، هو الداون سندروم والمندليان ايه انهيرتنس. طيب خلينا ناخد اول جزئيه، وهو ان احنا عايزين نعرف شويه بيزك. هو الكروموزوم بتاعنا دوت اللي احنا جزء منه خدناه من بابانا وجزء تاني خدناه من مامتنا وبقى موجود جوه الخلايا بتاعتنا، هو اتكون ازاي او متخزن على اي صوره ولا اي هيئه؟ خلينا نرجع من الاول خالص من الاساس ونقول ان ده كده اللي قدامنا، ده الدي ان ايه، ده الدي ان ايه ستراند بتاعنا اللي فيه الصفات بتاعتنا. الدي ان ايه ده بيبدا يحصل له كويلينج ويلف حوالين نفسه، بل يلف اكتر واكتر لحد ما يديني شريط صغير خالص كده من الدي ان ايه. بس برضو انا ما اعرفش احفظ الشريط ده، الشريط ده طويل جدا، لازم اعمل له كويلينج اكتر، وبالتالي بيبدا يحصل فيه كويلينج اكتر واكتر علشان يلف حوالين نوع من انواع البروتينز اسمها هيستون. الهيستون اللي هي باللون الاخضر الفاتح ديت يبدا يلف حواليها كده. مجموعه من الهيستونز مع بعض بتعمل لي حاجه اسمها نيوكليوزوم. النيوكليوزوم ده هو عباره عن 8 هيستونز، 8 هيستونز لافف حواليهم الدي ان ايه. من كل واحده والتانيه في شريط من الدي ان ايه اسمه لينكر دي ان ايه. الهيستونز دي كتير كتير كتير، تقعد تتجمع ويحصل فيها سوبر كويلينج اكتر واكتر لحد ما تتجمع على شكل الايه، على الشكل اللي قدامنا ده المتعارف عليه، الا وهو الكروموزوم اللي بيتكون من جزء اسمه تيلومير، اللي هو الشريط ده والشريط ده اتنين تيلومير ومتصلين ببعض بالسنترومير، يعني الاتنين دول على بعض هو الكروموزوم. ده اصل الكروموزوم بتاعنا. مجموعة بقى من الكروموزومز الكتيرة بتبدأ تتجمع وتحصل لها كوندنسيشن وباكج، وزي باكجنج كده جوه ايه، جوه النيوكليس بتاعة الخلايا بتاعتنا. طيب لما احنا بقى عرفنا ان احنا عندنا حاجه اسمها كروموزوم، والكروموزوم ده حامل للصفات الوراثيه بتاعتنا، ده لا ده ممكن يحصل فيه ميوتيشن، ممكن يحصل فيه ابنورمال ديليشن، ممكن يحصل ينتج عنه جيناتيك ديس اوردر، ابتدى العلم يتطور اكتر واكتر علشان يكتشف انفستيجيشنز ليه دايجنوزز والتريتمنت، عشان انا اعرف ادايجنوز لما يكون في فينوتايب معين او يعني شكل سندروم معين، انا عايز اعرف ده ايه قصته او ايه سببه، وعلشان اعرف بعد كده لما عرفت الدايجنوز هقدر اعمل التريتمنت المناسب او اقدر اعمل الفولو اب المناسب لايا كان الديس اوردر. من ضمن الحاجات ديت هي الكاريوتايبنج. الكاريوتايبنج ده حاجه بسيطه خالص، ان احنا بنعرف بنجيب الكروموزومات عشان نعرف النمبر بتاعها هو نورمال ولا اب نورمال، نشوف السايز والشيب تمام، وبيكون ده منظرها، دي الصوره بتاعتها، بيبان ايه عدد الكروموزومات قدامنا، هل في واحد زايد واحد ناقص، هل في شكل غريب ولا لا. ومعلومه احنا عارفينها كلنا ان النورمال بتاعنا ان يكون في 22 زوج من الاوتوزومز وزوج واحد من السكس كروموزوم اللي بيكون مجموعهم كده 23 زوج او 46 كروموزوم. بدأ العلم يتطور اكتر واكتر ويخترع حاجه اسمها مايكرو اري تكنيكس واكتر واكتر علشان يبدأ يحلل كل كروموزوم ايه هي الابنورماليتي اللي فيه، وبدأ يكون حاجه او يخترع طريقه اسمها انسمبل جينوم براوزر. ايه قصه الانسمبل جينوم براوزر دي؟ دي ببساطه شديده ان انا بجيب الكروموزوم وبطلع له بطاقه، البطاقه بتاعتك كده لما تطلعها تبص تلاقي فيها صورتك، هتلاقي فيها اسمك، هتلاقي فيها سنك، وهتلاقي السكن بتاع حضرتك، وهتلاقي فيها كل معلومات تخصك،
بحيث لما اجي ابص في البطاقه دي اتعرف هو مين ده اللي قدامي بالظبط. هي الانسمبل جينوم براوزر، ان انا بجيب الكروموزوم وبعمل له بطاقه عشان يديني انفورميشن اباوت الجينز ذات نفسها، عن انفورميشنز اباوت البروتينز، ولو في ابنورمال ديليشن او ابنورمال ميوتيشن، وابدا اتعرف على الديس اوردر المختلفه. هل انا مطلوب مني ان انا اعرف اقرا المنظر ده او ان انا احلله؟ خالص خالص خالص. ده بس ايه، هو مكتوب في الجايد، ومكتوب ان انت تايدنتيفاي القصه دي. هو ده ببساطه الكلام اللي المطلوب منك، انت مش مطلوب منك اكتر من كده خالص. تمام، فدي كان ايه، كانت اول جزئيه. طيب احنا دلوقتي بقى عندنا، عرفنا الكروموزوم وعرفنا الابنورماليتي، ممكن يحصل فيه ابنورماليتي، وان انا بعمل انفستيجيشن علشان ايه، اعرف الديس اوردر ده اصله ايه. طب ايه هي بقى الاحتمالات، او ايه الكلاسيفيكيشن، يعني الجينيتك ديس اوردرز دي او الجينيتك ديزيزز دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من التالي، اولا ان يكون ناتجه عن كروموزومال ابنورماليتيز، اشهرها الداون سيندروم اللي هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي، او عن طريق الاكشن اوف سنجل جينز اللي هي المندليان ديس اوردرز، الاوتوزومال دوميننت والريسيسيف الى اخره، او ان يكون في انيوجوال جيناتيك ميكانيزم زي الامبرنتنج. الامبرنتنج ده ببساطه شديده ان احنا دلوقتي بناخد جزء من الصفات بتاعتنا من بابانا وجزء تاني من امهاتنا. ساعات بيبدا بوجود انفايرمنتال فاكتورز، ووجود فاكتورز عديده في جسمنا، يبدا يحصل الامبرنتنج، وهو ان جزء من الجين ده نعمل له اكتيفيشن، وجزء من الجين ده نعمل له ايه، انهبيشن. بمعنى برضه، بمعنى ان انا مثلا واخد صفه مثلا صفه الشعر مثلا، واخد معلومات وراثيه من بابايا، وواخد معلومات وراثيه من مامتي، بوجود انفايرمنتال فاكتور مختلفه ممكن يحصل انهبيشن للمعلومات الوراثيه اللي انت واخدها من مامتك، ويحصل اكتيفيشن للمعلومات الوراثيه اللي واخدها من باباك. وده اشهر مثال عليه هو الديابيتس تايب 1. الديابيتس تايب 1 في وجود انفايرمنتال فاكتور، اشهر حاجه وهو الفايرال انفكشن وجينيتك سسبتابيلتي، يبدا الاثنين دول بدل ما كان انت او الشخص ده حاليا ما كانش عنده السكر، ما كانش عنده دايابيتس تايب 1، بدا وجود الانفايرمنتال فاكتور ده يعمل اكتيفيشن للجين المسؤول انه يعمل اكسبريشن لدايابيتس تايب 1، ويعمل انهبيشن للجين اللي كان بيمنع ان يكون في دايابيتس تايب 1، فالشخص ده يحصل له ايه، او يبدا يظهر عليه الدايابيتس تايب 1. هي دي فكره الامبرنتنج، ودي بس المعلومتين اللي احنا عايزين نعرفهم عنها، لان هو اصلا مش علينا تفاصيله، وكان في ليها سندرومز من اشهرها البرادر ويلي سندروم وحاجات كتير كده مش علينا خالص. احنا علينا الكروموزوم الابنورماتي والمندليان ديس اوردر، وعلينا كمان ان الاحتمال بقى الرابع، او الفاكتور الرابع اللي ممكن ينتج عنه جينيتيك ديتيرمنت ديزيز، هي الايه، هي البوليجينيك مالتي فاكتوريال فاكتورز، او الاي بي جينيتيك فاكتور اللي هنتكلم عنها برضو في اخر المحاضره ان شاء الله. طيب خلينا نبدا اول حاجه بالكروموزوم الابنورماليتيز. الكروموزوم الابنورماليتيز نوعين، يا اما يكون نوميريكال ابنورماليتي، يا اما يكون ستراكشرال ابنورماليتي. بمعنى ايه؟ بمعنى نوميريكال يعني ان العدد ناقص او العدد زايد، اما ستراكشرال ان العدد نورمال بس كل كروموزوم فيه ابنورماليتي بحد ذاته، هو ذات نفسه مش طبيعي، هو ذات نفسه فيه ابنورماليتي، دي هي الاستراكشرال ابنورماليتي. طيب عايزين نعرف معلومه مهمه جدا، ان one of the most common cause of early miscarriage هي الكروموزوم الابنورماليتي. يعني من ضمن اشهر الاسباب للايرلي او الفيرست تريمستر ابورشن هو وجود الكروموزوم الابنورماليتيز. دي معلومه مهمه جدا في الام سي كيو. طيب ايه اول حاجه هناخدها عندنا في الكروموزوم الابنورماليتي؟ هنتكلم عن الداون سندروم، هنتكلم عن التيرنر سندروم، وهنتكلم عن الكلاين فلتر سندروم. خلينا نبدا اول حاجه عن الداون سندروم. الداون سندروم هو الموست كومن اوتوزومال ترايزومي، لان في او ترايزومي 21، لان في ترايزومي تانية اللي هي 18 اللي بتعمل ادوارد سندروم، و13 ترايزومي 13 اللي بتعمل تاو سندروم. And the most common genetic cause of severe learning difficulties. طيب الايتيولوجي، الايتيولوجي زي ما كلنا عارفين هو عباره عن كروموزومال ابنورماليتيز، ولكن الكروموزومال ابنورماليتيز دي بتحصل ازاي؟ ده اللي عايزين نعرفه. عندنا تو ثيوري او تو باثو جينيسيس، ان في حاجه اسمها نون ديسجنكشن، والحاجه الثانيه اسمها روبرتسونيان ترانسلوكيشن. طيب نعرف الاول النون ديسجنكشن. المفروض ان الاوضه الطبيعيه فيها اثنين كروموزوم من الكروموزومات رقم 21،
والمفروض ان ديورنج الميوزز بيحصل ديس جانكشن، ان الكروموزوم اتنين اللي كانوا هنا واحد بيروح في ناحيه والتاني بيروح في ناحيه تانيه، ولكن الابنورمال ان يحصل نان ديس جانكشن، وهو ان الاتنين يروحوا في ناحيه واحده وبالتالي تبقى واحده فاضيه خالص والتانيه فيها اتنين كروموزوم تاني 21 شبه اللي قبليها. فيجي بعد كده السبيرم عشان يعمل فيرتلايزيشن، والسبيرم حامل ل 23 كروموزومز فيهم واحد بس من الكروموزوم رقم 21، يحصل فيرتلايزيشن، فبالتالي يبقى عندي فيرتلايزد اوفم فيها 3 كروموزومز من الكروموزوم رقم 21، وهو ده الترايزومي 21 من النون ديزجنكشن. ده ببساطه وده السهل. طيب الروبرتسيون ترانسلوكيشن بقى هي اللي فيها شويه كلام، واللي بيحصل بالظبط ان المفروض ان الطبيعي ان الاوفا بيبقى فيها 2 كروموزومز من 21 و2 كروموزومز من رقم 14، تمام؟ ولكن اللي مش طبيعي ان يحصل جيناتيك ميوتيشن، فواحد من الكروموزومز ال 21 دي يركب، اللي هو رقم 21 يركب على الكروموزوم رقم 14، فيبقى ده المنظر، ويتبقى كروموزوم بس واحد من رقم 21 وكروموزوم واحد بس من رقم 14. فيبقى كأن العدد اختل، ولكن ضمنيا هم عادي، هم 4 كروموزوم، ادي 21 وادي 21 وادي 14 وادي 14، ولكن من بره كأن العدد اختل، كأن هم 3 كروموزومز بس. ودي بنسميها ترانسلوكيشن كارير، وديت لما تبدأ يحصل الميوزز هيطلع لي 3 احتمالات. هي لعبة تبادل وتوافيق، كل واحدة هتروح في حتة. فالاحتمال الأول إن الكروموزوم هي ديت اللي هي 21 راكبة على 14 تروح في ناحية، والاتنين دول يروحوا مع بعض، أو إن دي تاخد ال 21 اللي جنبها وديت تروح هناك، أو إن الكروموزوم هي اللي هي راكبة 21 على 14 تاخد ال 14 والتانية تبقى لوحدها، تمام؟ طيب بعد كده المفروض إن هيحصل فيرتلايزيشن، فالسبيرم على حسب هيفيرتلايزد أي واحدة من دي هيبدأ يديني الشكل المختلف. السبرم المفروض جاي حامل لواحدة بس من الكروموزوم، من الكروموزوم رقم 21 وواحدة بس من الكروموزوم رقم 14، فلما يحصل فيرتلايزيشن كل واحدة من دي هتاخد واحد كروموزوم رقم 14، وكل واحدة من دي هتاخد واحد كروموزوم من الرقم 21. طيب تعال بقى نشوف ديت هتبقى شكلها عامل ازاي. لو نلاحظ هنلاقي ان دي شبه دي، دي فيها واحدة فيها ميوتيشن 21 راكب على 14 زي دي كده، وفيها واحدة 14 زي دي، وفيها واحدة 21 زي دي، فتدي دي ترانسلوكيشن كارير تاني، تمام؟ ترانسلوكيشن كارير يعني هي حاملة للسندروم ولكن مفيش الفيتشرز بتاعت السندروم ظاهرة. طيب نيجي نبص لدي نلاقي ان في اتنين 21 وفي اتنين 14، الله دي شبه الاصل، فدي نورمال، توتالي نورمال. طيب نيجي نبص على دي نلاقي ان في واحد واثنين وثلاثه، ثلاثه كروموزوم 21، ده مين؟ ده الداون سندروم، ترايزومي 21، بس اسمه بقى هنا ترانسلوكيشن داون مش نون ديسجنكشن داون. طيب هنا نلاقي ان في اتنين 14 زي الطبيعي عادي، ولكن في واحده بس 21 ودي اسمها مونوزومي 21، مونوزومي يعني واحده بس، وده نوت فايبل. او ان احنا نلاقي ان في 3 14 ودي ترايزومي 14 وده برضو نوت فايبل، او ان احنا نلاقي واحده بس 14 فدي مونوزومي 14 ودي نوت فايبل. فثلاثه بس اللي هم هيكملوا النورمال طبعا، والترانسلوكيشن كارير زي الاصل، والترايزومي 21 ترانسلوكيشن داون. ده ببساطه الفرق ما بين النون ديسجنكشن والروبرتسونيان، ولو جينا حطيناهم كده في جدول، فالنون ديسجنكشن هي الموست اكسبتابل ثيوري في الاولد ايج وومن اللي هي اكتر من سن 35 سنه. ليه؟ لان النون ديسجنكشن او المشكله دي بتحصل بسبب ان التعرض لميديكيشنز، وبسبب الايجنج، وبسبب التعرض لادويه كتير على مدار السن، ده يعمل المشكله دي. بينما الروبرتسونيان ترانسلوكيشن دي ابنورمال في ميل، فبالتالي هي الموست اكسبتابل ثيوري في اليانج ايج وومن، لان ملهاش علاقه بالراديشن، ملهاش علاقه بالميديكيشنز، ولكن دي جيناتيك ميوتيشن في ابنورمال فيميل، تمام؟ طيب نلاقي ان في الروبرتسون ترانسلوكيشن الريكرنس عالي. ليه؟ لان هي خلاص هي حامله لهذا الديزيز، فاي وقت فرصه ان تنقل داون هيبقى ايه عاليه، ولكن نون ديسجنكشن لا، دي ابنورمال اوفا حصلت كده، ابنورمال ايفنت حصل باظت بسبب تعرضها للراديشن او كده، مش شرط كل مره يبقى الاوفا يحصل فيها نفس المشكله. نلاقي ان زي ما قلنا هنا في هيستوري اوف راديشنز اند ميديكيشنز، لكن هنا ما فيش، وهنا هنلاقي ان ده نوميريكال ميوتيشن، يعني ان الاوفا ادتني كروموزومه زياده، لكن هنا دوت ظاهريا في ابنورمال نمبر، ولكن هو في الاساس ستراكشرال ميوتيشن، في اتنين كروموزوم راكبين على بعض.
ده الموست كومن كوز اوف داون النون ديسجنكشن، وده ابنورمال ايفنت زي ما اتفقنا، وديت اتفقنا قلنا ان دي ابنورمال فيميل او فيها ايه جيناتيك ميوتيشن اللي هي ترانسلوكيشن. طيب في حاجه اسمها موزايك داون. الموزايك داون وهو ايفنت بيحصل بوست فيرتلايزيشن، يعني بعد الفيرتلايزيشن بقى عندي خلاص 46 كروموزوم بعد ما السبيرما عمل فيرتلايزيشن للاوفا، اداني 46 كروموزوم، والمفروض ان دول هيتقسموا ويديني خلايا 46 برضو علشان يعملوا الامبريو. طيب فاللي بيحصل ان ده بيتقسم 46 يديني، وده يديني 46 عادي جدا، ده يتقسم تاني يديني 46 يديني 46، هنا تحصل المشكله. ده يديني واحده 45 وواحده 47. 45 دي نوت فايبل، ال 47 دي داون، فيصبح ان نسبه الداون الى النورمال 2 الى 1، فيديني موزايك فيتشر او موزايك داون. تمام. طيب في حاجه تانيه، بما ان احنا بنتكلم يعني على الريسك اوف ريكارنس، وده برضو هنتكلم عليه بالتفصيل كمان شويه، هو الفيميل داون لو اتجوزت تجيب لي ايه، داون ولا تجيب لي نورمال؟ الفيميل داون زي ما اتفقنا هي 47 كروموزوم، فهيحصل انقسام تديني واحده 23 واحده 24، ال 24 دي داون وال 23 دي نورمال، فبالتالي يصبح ان 50% نسبه ان الفيميل داون تجيب لي داون. تمام. طيب طب الميل داون؟ لا، الميل داون انفرتايل ما بيخلفش. تمام. طيب ننتقل الى الكلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر هنتكلم عن ثلاث حاجات. الحاجه الاولى هي الكاركترستيك فيتشرز اوف داون، الاسوشيشنز مع الداون، والكوزز اوف ديث. هنبدا اول حاجه بالاسوشيشنز. طيب الاسوشيشنز مع الداون كتير جدا، انا بس جمعت شويه حاجات يعني نحفظ على قد ما نقدر منها. في الهارت الموست كومن ابنورمال الموست كومن كونجيتال انومالي هي الاي في اس دي، الاترو فنتريكولار سيبتال ديفكت، او بعد كده يليها الفي اس دي الفنتريكولار سيبتال ديفكت، والبي دي اي اللي هي البيتا داكتس ارتريوزس. بالنسبه للشيست معاهم الكارنت شيست انفكشن واوبستراكتيف سليب ابنيا واوتيتس ميديا، الجي اي تي معاها هيرشيس بلانج ديزيز ودونين الاتريجيا، ودول كوزز اوف ابدومينال ديستنشن، وفي كوز تاني للابدومينال ديستنشن هنقوله كمان شويه. الماسكولو سكيليتال وهو معاهم اتلانتو اكزيال سبلكسيشن، بيكونوا شورت ستيتشر، سمول فينجرز، هايبوتونيا، وده السبب الثالث للابدومينال ديستنشن. البلد لوكيميا واوتو اميون هيموليتيك انيميا، الاندوكراين بمعاهم هايبوثايروديزم دايابيتس ميليتس اوبيزيتي وجونادال ديسفانكشن، السي ان اس جنرالايزد هايبوتونيا، يعني الهايبوتونيا ديت هي سنترال هايبوتونيا مش بريفرال، وبيجي لهم الزهايمر ديزيز بدري، اوتو اميون زي الالوبيشيا والكرونز ديزيز والسورياسيز، وجينيتاليا بيبقى في الميل بيبقى انفرتايل او استيريليتي ان ميل، ديلي بيوبرتي، هايبوسبيديس واندسندد تيستس. طيب نيجي بعد كده للكوز اوف ديث. الكوز اوف ديث اول حاجه هو الريكرنت ريسبيراتوري تراكت انفكشن، وده الموست كومن كوز، يليها الاطلانتو اكزيال سبلكسيشن. الفرتبرا الاولى دي اسمها اطلس، واللي تحتها اسمها اكسس. الاطلانتو اكزيال سبلكسيشن ده يخلي ممكن يحصل في اي وقت انجري للسباينال كورد، وده يؤدي الى ديث. الحاجه الثانيه هي ان هم معرضين لتيومرز اهمها اللوكيميا، والاكسيدنتال اللي ان هم منتلي ريتاردد، فممكن يتخبط بعربيه، ممكن يقع في بلاعه، ممكن يحصل له اي حاجه تؤدي في الاخر الى ديث. واخيرا هي البريماتور سينيليتي، بتوع الداون سندروم بيعجزوا بدري وبالتالي بيموتوا بدري. طيب ننتقل بقى لاهم حاجه وهي الكاركترستيك فيتشرز. انا مجمعها في السلايد ديت، احنا هنقسمها على حسب الجزء، يعني عندنا هيد هير نوز اي ماوث ليمبس وساينز اوف هايبوتون. طيب اول حاجه الهيد بيكون راوند فيس، شورت نيك، فلات اوكسبت زي ما احنا شايفين، و ان كلوزد فونتانيل، يعني في ديلي كلوجر للفونتانيل. تمام. وفي حاجه اسمها ثيرد فونتانيل، احنا عارفين ان في حاجه اسمها انتيرو فونتانيل وبوستيرو فونتانيل، لا دول بيبقى عندهم حاجه بينهم الاثنين اسمها ثيرد فونتانيل. وبراكيسيفالي، براكيسيفالي يعني سمول هيد، سمول هيد. تمام. مش شرط كل الفيتشرز تكون موجوده، وجود بس كذا النوع يعني ممكن نلاقي، مثلا ممكن نلاقي في شورت نيك وما فيش فلات اوكسبت، مثلا في براكيسيفالي وما فيش راوند فيس مثلا. تمام. طيب نيجي للهير، الهير بيكون سيلكي هير وناعم، وبيبقى فيه حاجه اسمها سنترال هير وورل. احنا المفروض ان الدايره او الهير وورل ديت بتاعتنا بتكون في زاويه عند الاوكسبت، لا هي بتكون في النص عندهم عند الفيرتكس، يعني هنا كده هنا كده تقريبا. تمام. طيب بالنسبه للنوز بتبقى فيه فلات نيزل بريدج تقريبا، يعني كان النوز طالعه كده من الفيس على طول، مفيش الوصله او الكارتليج اللي بتكون عند كل الناس. وابورد نوز، ابورد نوز طالعه لفوق. تمام. بالنسبه للاي بيبقى مونجوليان اي او الاب سلانتد، نحس ان الاي
مسحوبه لفوق كده، مسحوبه لفوق شويه، وبيبقى في ايبيكانثيك فولد اللي هي الفولد اللي جوه في الميديا الاند بتاعت الاي، الايبيكانثيك فولد السكين ده، براش فيلد سبوتس اللي احنا شايفينها دي، براش فيلد سبوتس، ولو سيت اير، نحس ان الاير نازله لتحت شويه، كان الاير وقع لتحت شويه. بالنسبه للماوث بيكون في سمول ماوث، وده وبروترودنج تانج، بروترودنج تانج، وده بيديني ايحاء ان هي ماكرو جلوسيا، لكن هي مش ماكرو جلوسيا، هو نورمال تانج سايز، ولكن علشان الماوث صغير فبيبقى ايه سمول، سوري، بيبقى بيديني ايحاء ان هي ماكرو جلوسيا، وفي نفس الوقت بيبقى بروترودنج لبره. طيب لو الداون عنده ترو ماكرو جلوسيا، يبقى ده اسوشيتد مع كيراتينيزم، لان احنا قلنا من شويه ان الداون سندروم بيبقى معاه ايه هايبوثايرويدزم، وبيبقى ممكن نلاقي فيشرنج تانج وديلي تيث اروبشن. طيب بالنسبه لللمس بنلاقي فيه شورت فيفث فينجر، لو لاحظ ان احنا التيرمينال فالانجيز مش موجوده عنده، يعني احنا عندنا بيبقى عندنا من دي ثلاثه، بتبقى واحده هنا واحده هنا واحده هنا، لو كل واحد يبص على ايده كده هنلاقي ان في ثلاثه كريز، لا هنا في اثنين بس. تمام، كلاينوديكتلي اللي هو كيرفد، كيرفد الفيفث فينجر. تمام، سيمينيان كريز او سنجل بالمر كريز، احنا كلنا عندنا هنا هتلاقي ثمانيه، يعني اثنين بالمر كريز، لكن هنا هنلاقي ايه عنده في الداون سنجل بالمر كريز، وساندال جاب اللي هي ديستنت كده، او مسافه بتوين الفيرست والسكند تو، اللي هي بنسميها الساندال جاب. طيب ساينز اوف هايبوتونيا، بيبقى فيه جيرلس بوتشر زي ما احنا شايفين كده، اللي هو جيرلس بوتشر وابدومينال ديستنشن. تمام، وده قلنا فيه ثلاثه كوز اوف ابدومينال ديستنشن ديورين الاتريجيا وهيرش سبرانج ديزيز والهايبوتونيا. اكروباتيك ساين، نلاقي ان عنده الاستيستي بتاعته عاليه، يقدر رجله يقدر يجيبها عند راسه. تمام، توزد اورجن وفروج ليج بوزيشن، فروج ليج بوزيشن. تمام، ديت الكاركترستيك فيتشر بتاعت الداون سندروم. طيب ازاي نشخص داون؟ عشان نشخص داون لازم يبقى فيه حاجتين، اول حاجه جلوبال ديفلوبمنتال ديلي والداون فيتشر، يعني الداون فيتشرز لوحدها ما تشخصش داون، لازم يبقى فيها جلوبال، لازم يبقى فيه جلوبال ديفلوبمنتال ديلي، لان في اطفال بيبقى عندهم 2 او 3 فيتشرز من بتاعت الداون، ولكن هو توتالي نورمال، يعني مش ما فيش اي مشاكل، فده ما يعتبرش داون سندروم. طيب ايه الانديكيشن اوف كاريوتايبنج ان داون؟ لو هو موزايك، انا شاكك ان في الفيتشر دي داون ولا مش داون، فده في الموزايك بنعمل كاريوتايبنج، او لو ريكارنس عشان ناسس الريسك اوف ريكارنس، او لو كل شويه الام تجيب داون فاحنا عايزين نعرف الكوز. طيب ده ليه ابروتش كده ببساطه، ان اي بيبي وذ داون دوت بنعمل له كاريوتايبنج، اي بيبي وفي ريكارنس يعني بنعمل له كاريوتايبنج. الكاريوتايبنج ده عشان نشخص النون ديسجنكشن، نشوف هو نون ديسجنكشن ولا روبرتسونيان ترانسلوكيشن، لان النون ديسجنكشن هو الموست كومن كوز، فلو طلع نون ديسجنكشن خلاص نو فيرذر اكشن، وهنعرف ريسك اوف ريكارنس كمان شويه. طيب لو طلع روبرتسونيان ترانسلوكيشن، فانا عايز اعرف هو من الام ولا من الاب، علشان اعرف برضو اسس ريسك اوف ريكارنس، فبعمل كاريوتايبنج للبيرنتس، للام والاب، علشان بعد كده الريسك اوف ريكرنس بيكون كالتالي. لو كان هو نون ديس جانكشن والايج اقل من 35 سنه، فالريسك اوف ريكرنس 1 الى 200، وفي بعض الاقاويل 1%. لو هو نون ديس جانكشن والايج اكتر من 35، فده زي اللايك بوبليشن، هنلاقي كده في جدول مكتوب ان هو تقريبا بيبقى ايه على حسب كل بقى ايه كل عمر، يعني مثلا من سن 35 بيبقى 1 لكل 385، من سن 37 سنة بيكون 1 لكل 240، جدول كده موجود في الكتاب رخم مش لازم نحفظه يعني. لو المذر اللي طلعت روبرتسون ترانسلوكيشن، فريسك اوف ريكارنس 10 ل 15%، لو الفاذر هو اللي عنده جينيتك ميوتيشن روبرتسونيان ترانسلوكيشن، فريسك اوف ريكارنس 2.5%، لو الترانسلوكيشن كان 21 كروموزوم راكب على 21 كروموزوم مش 14 راكب على 21 زي ما قلنا من شوية، فريسك اوف ريكارنس 100%. تمام، طيب لو نورمال بيرنتس وده ايفنت حصل كده واحنا مش عارفين ليه، فالريسك اوف ريكرنس 1%. طيب عندنا ان بي صغيره كده، اولا ان الانسيدنس وذاوت انتي نيتال سكريننج، يعني معناها ايه؟ يعني في البوبيوليشن كلها بقى، يعني مثلا لو جبت اي واحده وهي الست دي حامل، ايه فكره ان او نسبه ان يحصل البيبي ده يكون عنده داون سندروم؟ هي 1 في 650 دي ان اول ايجز، دي رقم مهم. طيب الحاجه الثانيه اللي عايزين نعرفها، ان احنا زي ما احنا عارفين ان الانسيدنس في الترايزومي 21 دو تو نون ديسجنكشن هي ريليتد للماتيرنال ايج، ده احنا عارفينه، ان كل ما زادت الست في العمر كل ما فرصه ان يحصل نون ديسجنكشن اعلى، ولكن مع ذلك هنلاقي نسبه في الواقع، يعني في ارض الواقع، نسبه الامهات اللي عندها داون، اللي عندها بيبي عنده داون سندروم، هي الامهات الصغيره في السن،
طب ده ليه او ايه تفسيره؟ تفسيره ببساطه ان اوريدي الاولدر ماذرز دول مش بيحملوا. بمعنى ايه؟ بمعنى يا اما جزء منهم هو خلاص وصل لجزء الاوفاريان فيلير اللي بعد سن ال 35 وال 40 سنه، او ان اصبح ان حاليا الوعي بفكره ان كل ما الام زادت في العمر كل ما كان في فرصه حصول جيناتيك ابنورماليتي بقت عاليه، فبالتالي الامهات من نفسها ما بقوش يحملوا بعد السن ال 35 او بعد سن ال 40، فبالتالي نسبه الامهات اللي اكثر من سن 40 سنه عندها طفل عنده داون سندروم اقل بكتير من الامهات اللي هم صغيرين لان هم شغالين على طول ايه يحملوا. فلما يجي لك في الام سي كيو يقول لك هو النون ديسجنكشن الليتل ماتيرنال ايج، اه طبعا صح، لكن نسبه الامهات اللي عندها داون سندروم هي الامهات الايه اعلى في الامهات الايه الاصغر سنا، وده تفسيره قلناه. الانتي نيتال سكرينينج اوف داون هو مش موجود الحقيقه في الكتاب، ولكن هو يعني مهم، هو ممكن حاجه ليها علاقه بالنساء شويه ولكن هو مهم ومثال عليه يعني في الاطفال. اول حاجه الماتيرنال ايج، طبعا هو الماتيرنال ايج هو الاساس، يعني هو اللي بيقول لي يعني ده ممكن يعني ممكن يديني دلاله كده على ان هيجي داون ولا لا، زي ما قلنا من شويه ريسك اوف ريكرنس لو اقل من 35 ولا اكتر من 35. طيب الحاجه اللي بعد كده هي الدبل ماركر تيست، وده بيتعمل عند 11 ل 13 ويك اوف جيستيشن. دوت بيكون عباره عن بنقيس الهيومن كوريونيك جونادوتروبين مع الباب ايه اللي هو بريجنسي اسوشيتد بلازما بروتين ايه، تمام، يديني دلاله ان في داون لو الاتش سي جي عالي. طيب التريبل ماركر تيست اتعمل عند 14 ل 16 اسبوع، اتش سي جي، الفا فيتوبروتينين، واستريول، يديني دلاله لو داون لو الاتش سي جي عالي والباقي نورمال. الكوادرابل ماركر تيست اللي بيتعمل عند 20 اسبوع، الاتش سي جي مع الالفا فيتوبروتينين مع الاستريول بس زودنا عليهم انهبين، يديني برضو دلاله على الداون لو الاتش سي جي عالي والباقي نورمال. السيلف ري فيتال دي ان ايه عند الاسبوع العاشر، ده برضو يديني دلاله لو لقيت ان هي ترايزومي خلاص ده هيشخص لي داون. النوكل ترانسلوسنسي بالالترا ساوند اللي هي بنقيس الجزء بتاعه الباد اوف فات اللي موجود في النك من ورا، لو طلع اكتر من 3 مللي متر فده يدل على يعني كروموسوم الابنورماليتي اشهرها داون، ولكن ممكن نلاقيها برضو في الادوارد سندروم وممكن نلاقيها في الترنر سندروم. النيزل بون باي الترا ساوند لو لقيناها ابسنت او هايبوبلاستيك، وده اللي بيديني بعد كده الفيتشر اللي هي بتاعه ابسنت نيزل بريدج دوت اللي هي الايه بيدل على الداون سندروم. طيب كده احنا خلصنا كلام عن الداون سندروم، وهننتقل دلوقتي عشان نتكلم عن الترنر سندروم. الترنر سندروم هي عباره عن ايه؟ عباره عن فيميل عندها 45 اكس، يعني ايه؟ يعني عندها نقصان في عدد الكروموزومات بالاخص كروموزوم اي اكس، بس هي الفينوتايب بتاعها فيميل. عرفنا منين ان هي فيميل؟ هي عندها فيميل اكسترنال جينيتاليا. امال ايه المشكله؟ المشكله ان هي عندها 3 جوناتس، يعني نون فانكشن اوفري. طيب ليه هي نون فانكشن؟ النورمال الاوفري ديت علشان تتكون محتاجه توفر شرطين، الشرط الاول هو absence of y كروموزوم، والشرط الثاني هو وجود 2 اكس كروموزوم. في حاله الترنر الشرط الاول موجود اللي هو absence of y كروموزوم بس مفيش غير اكس واحده بس، فبالتالي الاوفرز دي تبقى ستريك جونادز، يعني نون فانكشن تيشو كده، تيشو غريب ما بيطلعش اي هرمونات. وما ان احنا بنقول اهو ستريك جونادز ما بتطلعش اي هرمونات، يعني ما فيش استروجين ولا بروجستيرون، ومن هنا يبدا يظهر اهم المانيفستيشن بتاع الترنر سندروم، ان هو ما فيش سكندري سيكشوال كاركتر، ان يكون في برايمري امينوريا وديليت بيوبرتي، يكون في هايبوبلاستيك يوترس. عدم وجود الاستروجين والبروجستيرون ده يعمل بوزيتيف فيدباك على على الهايبوثالامس بيتيوتري اكسس، ويبدا يطلع اف اس اتش بكميات كبيره. طبعا انفرتايل، وبما ان انا بقول لك مفيش استروجين ولا بروجستيرون فبالتالي التريتمنت هيكون ايه؟ هيكون باي استروجين اند بروجستيرون ريبليسمنت. طيب ايه بقى الفيتشر بتاعت السندروم ذات نفسها بقى، الشكل الظاهري بتاعها عامل ازاي؟ اولا ومهم جدا نبقى عارفين ان يبقى عندها ويبد نيك اللي هي ثيك نيك، تمام، لو هير لاين، هاي ارشد باليت، لو سيت ايرز، زي ما قلنا ان هي ما عندهاش سكند سيكشوال كاركتر وبالتالي البريست هيكون اندر ديفلوبد او ممكن ما يكونش ديفلوبد خالص، تمام، فبالتالي يبقى فيه ايه ويبقى معاه وايدلي سبيس نيبل، كيوبيتس فالجاس، معاها رينال انوميز من اهمها الهورس شو كيدني، معاها شورت ستيتشر، ودي من ضمن الكارديال فيتشر، الفيتشر المهمه جدا
في الترنر سندروم، وزي ما قلنا ان هي سيك اوفرز امينوريا وانفرتايل. ومهم جدا 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 حته الكواركتيشن اوف ذا اورتا والبايكاس في الاورتيك فالف، عشان ده بيعمل ليفت فينتريكولار هايبرتروفي، ودي دايما بتيجي في الايه، في الام سي كيو. طيب دي الفيتشر اللي محطوطه في الكتاب، دي الرصه، هي نفس الكلام هنا زياده عليها مثلا حته الليمفيديما، السبون شيبد نيلز اللي هي بتكون بالمنظر دوت كده زي المعلقه. تمام، مهم جدا حته الاوفيريال ديسجينيسيس اللي احنا قلنا عليها من شويه، هي كده كده هتبقى انفرتايل، بس من هنا ننتج سؤال، هل ممكن الترنر تحمل ولا لا؟ السؤال ده لو سؤال كده في المطلق في العموم، اه ممكن تحمل. تحمل ازاي؟ بحاجه اسمها اوفم دونيشن، ان احنا نجيب من واحده ثانيه نورمال ناخد منها اوفل، والاوفل دي نحط فيها سبيرم بتاع زوج الست اللي عندها ترنر، وبالتالي نحقن او نعمل فرتلايزيشن ل الجميتس ده جوه مين؟ جوه اليوترس بتاعت البنت دي. تمام؟ ده لو سألنا السؤال المطلق، بس احنا طبعا عارفين ان ده شيء محرم في الدين الاسلامي. تمام؟ طيب ففي فترنر في الدين الاسلامي لا ما بتحملش. طيب ممكن يبقى معاها هايبوثايروديزم، دي ممكن مش موجوده في الصوره، ريكارنت اوتيتس ميديا وبيجمنتد مولز، ريكارنت اوتيتس ميديا دي زي الداون سيندروم، ومهم جدا حته ان هي بيكون في معظم الحالات معاها نورمال انتلكشوال فانكشن. فعشان ما تقعدش تحفظ كتير، انا هعلم لك بالاصفر على الحاجات المهمه جدا اللي لو انت مش ناوي تحفظ الكلام ده كله لازم تبقى عارف دول. دول اللي هتشخص بيهم الحاله في الكيس، او اللي ممكن تتسال عليهم في الام سي كيو، اللي هي شورت ستيتشر عشان دي كاردينال فيتشر، النيك ويبنج او الثيك نيك، الكونجنتال هارد افكت اللي هي مهم جدا كاركتيشن اوف ذا اورتا عشان بتعمل ليفت فينتريكولار هايبرتوفي، الديلايد بيوبرتي، واخيرا النورمال انتلكشوال فانكشن ان موست كيسز. طيب التريتمنت زي ما قلنا قبل كده، التريتمنت هو باي استروجين اند بروجستيرون ريبليسمنت، بس ده بيكون ات تايم اوف بيوبرتي، وقت البلوغ، علشان السكند سيكشوال كاركتر، وعشان حاجه كمان، علشان الاستروجين اصلا بيسرع من الفيوجن اوف ابيفيزيال بليت، فبالتالي الاستروجين ذات نفسه بيعمل شورت ستيتشر، فهي اصلا من ضمن الكارديان فيتشر بتاعتها شورت ستيتشر، فمش منطقي ان انا ادخلها في شورت ستيتشر بدري مع الشورت ستيتشر اللي عندها. فبندي الهرمونز ديت اثناء البيوبرتي، ممكن كمان ادي جروث هرمون، ده يساعد ان هو يمنع الايه، الشورت ستيتشر. طيب اتنين ام دي بي صغيرين، اول واحده بيقول لك في بعض حالات التيرنر سندروم بيبقى فيه ديليشن في الاكس كروموزوم، بدل من ان يكون في الاكس كروموزوم كله مش موجود. بمعنى ايه؟ بمعنى ان تلاقي ان الاكس كروموزوم دوت اللي هو ده الكروموزوم قدامنا بيتكون من جزئين، شورت ارم اللي فوق ده ولونج ارم اللي تحت ده. في بعض الحالات بيكون ما فيش شورت ارم، وبالتالي الكروموزوم يبقى متكون بس من لونج ارم راكب على لونج ارم زي ما هو ظاهر في الصوره. تمام، دي بعض الحالات دي النادره. تمام، طيب بعض الحالات النادره برضو من الترنر سندروم بنلاقي ان معاها واي كروموزوم. تمام، حالات نادره جدا، بس ده هيفرق معانا في ايه؟ هيفرق معانا ان الواي كروموزوم ده وجوده يحفز او ممكن يخليه للجونادز ديت تقلب لجونادوبلاستوم، عشان كده ممكن ان انا اضطر ان انا ايه، اشيلها. والحالات دي بنسميها ايه، موزايكيزم، يعني مخلطه معاها اكس وواي كروموزوم. تمام، طيب الانسنس بتاعتها ما لهاش علاقه بالماتيرنال ايج، وقلنا الريكارنس ايه، هي اصلا فيري رير، والريكارنس بتاعها فيري لو. تمام، طيب كده احنا خلصنا الكلام عن الترنر سندروم، هناخد كلمتين صغيرين خالص على الكلاين فلتر سندروم. هو 47 اكس اكس واي طول ستيتشر، ميل وسام جيرلز فيتشر. تمام، انفرتايل، هايبو، معاه هايبوجوناديزم وسمول تيستس، و بيبقى فيه جاينيكوماستيا وسلايتلي ريتاردد. التريتمنت ان احنا بنديله تستوستيرون بس ببساطه شديده يعني. طيب كده نبقى احنا خلصنا الكلمتين اللي كنا عايزين نقولهم على الكلاين فلتر، ونبقى كده خلصنا برضو الجزء الاول من شابتر الجيناتكس. ان شاء الله نستكمل في الفيديو اللي جاي باقي الاوز اللي لسه ما خلصناهاش. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.